أهلا ومرحبا بكم مع لقاء جديد من علوم الدار. نبدأ بالعناوين الرئيسية لهذا المساء. رئيس الدولة يعزي في وفاة ساري المزروعي في منطقة سويحان في أبوظبي. محمد بن راشد يؤكد في إنجاز اقتصادي جديد، تجارتنا الخارجية غير النفطية سجلت رقما قياسيا جديدا. قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم واجب العزاء في وفاة ساري أحمد عيسى المزروعي، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة سويحان في أبوظبي. وعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد وذويه، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة. أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تسجيل دولة الإمارات رقما قياسيا جديدا في إيرادات التجارة الخارجية غير النفطية. وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع إكس: في إنجاز اقتصادي جديد لدولة الإمارات سجلت تجارتنا الخارجية غير النفطية رقما قياسيا جديدا بوصولها لتريليون ومئتين وتسعة وثلاثين مليار درهم خلال ستة أشهر فقط من العام الحالي، وواصلت صادراتنا غير النفطية أيضا نموها بشكل كبير حيث تجاوزت خلال ستة أشهر ما كنا نحققه في عام كامل قبل خمس سنوات فقط. وارتفعت صادرات الدولة غير النفطية مع أهم عشرة شركاء تجاريين عالميين بنسبة 22% هذا العام، وارتفعت التجارة البينية مع تركيا على سبيل المثال 87% خلال عام واحد فقط، ما يؤشر لصحة سياستنا الخارجية المتوازنة والنشطة والإيجابية التي يقودها رئيس الدولة حفظه الله. وأضاف سموه: ستتجاوز تجارتنا الخارجية غير النفطية تريليونين ونصف التريليون هذا العام بإذن الله، وسنحقق الهدف الذي أعلناه بالوصول لرقم 4 تريليون درهم في 2031. واختتم صاحب السمو تغريدته بالقول: وكما قلنا سابقا سيكون العام 2023 أفضل عام اقتصادي في تاريخ دولتنا، وستبقى الدولة لاعبا رئيسيا في التجارة الدولية لترسخ موقعها كأحد أهم المراكز العالمية التي تربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه، والقادم أفضل وأعظم بإذن الله. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد اليوم سعادة غاريث جونسون المبعوث التجاري لبريطانيا لدى الدولة، وسعادة إدوارد هوبارت سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الدولة، اللذين قدما للسلام على سموه بمناسبة تسلمهما مهام عملهما لدى الدولة. ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بسعادة المبعوث التجاري وسعادة السفير والوفد المرافق، وبحث سموه معهما سبل تطوير أواصر التعاون والشراكة المتنامية بين البلدين نحو آفاق أرحب من النمو والازدهار، مشيدا سموه بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات والمملكة المتحدة. وصلت طائرة مساعدات إماراتية إلى مدينة يمجراس في تشاد تحمل مساعدات إنسانية متنوعة للمجتمع المحلي، حيث كان في استقبالها الفريق الإنساني الإماراتي في تشاد. ويتكون الفريق الإنساني من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية،
وبالتنسيق مع مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية في تشاد. ويقوم المكتب في تشاد بالعمل الميداني والزيارات للقرى في مجراس، وذلك لتوفير احتياجات المجتمع المحلي واللاجئين السودانيين والعمل على توزيع المساعدات الغذائية وكذلك الرصد الميداني للاحتياجات الأساسية. تشهد دولة الإمارات مشاريع ومبادرات في مجال التغير المناخي داخل البلاد وخارجها، ويعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP28 أحد أكبر المحافل الدولية التي تستضيفها الدولة في إطار هذه الجهود. استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 شهدت عدداً كبيراً من المبادرات والمشاريع التي تصب في نجاح تنظيم هذا الحدث العالمي، وتهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون البحثي مع مختلف دول العالم للبحث عن حلول للحد من الكوارث الطبيعية التي تحدث نتيجة التغير المناخي. خبراء ومتخصصون يعملون على بحوث لفهم التغيرات في المناخ سيلتقون في COP28 في دبي يوم 30 من نوفمبر المقبل لتقييم آثار هذه التغيرات على البيئة والاقتصاد والعالم وتحديد تدابير التكيف المناسبة. جهود دولة الإمارات في مكافحة تداعيات التغير المناخي من الداخل لا تتوقف، حيث عملت على تنظيم وتنسيق سلسلة العمل داخل البلاد تحت مظلة النظام المستدام، وإحدى مبادراتها هي إطلاق شبكة الإمارات لأبحاث تغير المناخ، والتي تعمل على سد وتقليل الفجوات المعرفية حول ما تتعرض له الدولة والمنطقة بشكل عام من تداعيات للتغير المناخي حالياً، وبناء قاعدة بيانات متكاملة تحدد من خلالها التوجهات واستراتيجيات العمل المطلوبة للتكيف مع هذه التداعيات. ومن هذا المنطلق تمثل حملة استدامة وطنية التي تم إطلاقها مؤخراً في الإمارات تزامناً مع الاستعدادات لCOP28 منصة مثالية للتوعية بمبادرات ومشاريع الاستدامة في الدولة، وتهدف الحملة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي. وكعادتها كانت دولة الإمارات سباقة إلى المصادقة على اتفاق باريس للمناخ الموقع في عام 2015، كما سبقت إلى وضع استراتيجية وطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، واستثمار ما يزيد على 100 مليار دولار في مشروعات للطاقة النظيفة في 70 دولة، إلى جانب استضافتها للأحداث العالمية المعنية بحماية المناخ. نشرتنا مستمرة، وفيها مركز الشباب العربي يطلق النسخة الثانية من المخيم التدريبي لمهارات التفاوض الدفعة 52. لا تثني السلك الكهربائي لتفادي قطعه داخلياً، وراعي دائماً استبدال الأسلاك المتآكلة بأخرى جديدة، ولا تحاول عزلها بشريط لاصق حتى لا تتسبب في حدوث صعق كهربائي، واستعن بالمختصين للقيام بذلك. طاقة آمنة، منزل آمن، دائرة الطاقة.
دروب الموسم السادس الأحد 10 مساء على قناة الإمارات. علم الدار متواصلة وكان أبرز عناوينها لهذا المساء. رئيس الدولة يعزي في وفاة ساري المزروعي في منطقة سويحان في أبوظبي. ولتفاصيل أكثر يمكنكم مشاهدينا متابعة علوم الدار عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة. مركز الشباب العربي احتضن النسخة الثانية من المخيم التدريبي لمهارات التفاوض الدفعة 52 لمدة 3 أيام ضمن برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة تجهيزا للحدث العالمي في الإمارات مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP28. الشباب والمرأة وجهان لعملة نفيسة فريدة، ألا وهي دعم القيادة الرشيدة لأبنائها، نتاجها زخم وثقة وريادة في شتى المجالات. واليوم يجتمع الشباب الإماراتي تحت مظلة المخيم التدريبي لمهارات التفاوض الدفعة 52 ضمن برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة. المخيم التدريبي يهدف إلى رفع كفاءات الشباب العاملين في الوزارات والهيئات الاتحادية في فن المفاوضات في التحضير إلى استضافة مؤتمر الأطراف COP28 في نهاية هذا العام بإذن الله. المتدربين بيخوضوا 3 أيام من مفاوضات المحكية محاكاة لفعل مؤتمر الأطراف. يهدف هذا المخيم أنه في نهايته يكون هناك نخبة من شباب الدولة اللي جاهزين لاستقبال الوفود الرسمية في مؤتمر الأطراف في نهاية هذا العام بإذن الله. تعزيز المهارات وبناء القدرات في مجال السياسات والمفاوضات تجهيزا للحدث الأبرز والأهم، المشاركة في فعاليات مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP28. سعيد جدا أني شاركت اليوم في المخيم. آراء الشباب وأفكار الشباب ومدخلات الشباب جدا مهمة أن نحصل حلول اللي هي بتقدر تخلينا نحل مشكلة المناخ. اليوم احنا نقدر بعيننا نشوف آثار المناخ، واللي بيشوفونها أكثر هم الشباب الأجيال الجديدة. أحب أشكر مركز الشباب العربي أنه أتاح لنا هذه الفرصة. مثل ما تعرف COP28 فرصة كبيرة وشيء كلنا نهدف له والعالم كله يهدف له. إن شاء الله نكون من الناس اللي يساهمون ويحطون بصمة إيجابية في هذا المجال، خصوصا أن هذا مجال جدا مهم للمجتمع ولنا كأفراد. 52 شابا وشابة يحملون لواء جهود ومساعي الدولة في عام الاستدامة، ويؤكد دور الشباب الإماراتي في تحقيق ما تصبو إليه القيادة الإماراتية. دور ريادي ينتظر شبابنا الإماراتي من الجنسين ليسهموا في إرساء مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP28 على أكمل وجه، يطفو محققا التطلعات والأهداف. من مركز الشباب العربي لمركز أخبار قنوات أبوظبي، مهدي سليمان. أكدت اللجنة المشتركة للأمن والسلام الممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية والقيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية وشركائها الاستراتيجيين أن النتائج الأولية للحملة الوطنية التوعوية المشتركة للأمن والسلامة في محطات الوقود لصيف 2023 كشفت عن نجاح الحملة منذ انطلاقها في 26 يوليو الماضي في رفع نسبة التزام السائقين ومرتادي محطات الوقود بقواعد الأمن والسلامة الواجب اتباعها في المحطات. ومن المتوقع أن تشهد الحملة مزيدا من النتائج الإيجابية مع توسع المشاركة فيها وتفاعل مستخدمي المحطات وحرصهم على تطبيق تعليمات وإرشادات الأمن والسلامة في المحطات. جولة للأخبار يريدها لكم مختصر علي النعماني. تزامنا مع يوم المرأة الإماراتية أطلق برنامج المرأة الإماراتية للتطوع حزمة من المبادرات بهدف ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء المجتمعي والتسامح الإنساني في مختلف فئات المجتمع
وتتضمن مبادرات البرنامج تنظيم ملتقى المرأة الإماراتية للتطوع وجائزة المرأة الإماراتية للتطوع وتبني حملة وطنية لصحة المرأة وتشغيل عيادات المرأة المتنقلة والحملات الصحية العلاجية والتوعوية والوقائية محلياً ودولياً. في إطار الحملة الاتحادية على مستوى الدولة تحت شعار أبناؤنا أمانة، نفذت مديرية المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي مبادرة العودة للمدارس، وذلك عبر تنفيذ مجموعة من الأنشطة وبرامج التوعية المرورية ضمن الجهود الهادفة إلى تعزيز المسؤولية للالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور والحد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية. تلبية لاحتياجات كبار السن الذين يقيمون في منازلهم، يعمل مركز خدمات كبار السن التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة على توفير الدعم اللازم والعناية والخدمات المتنوعة لهم، حيث تم استحداث خدمات جديدة كخدمة إجابة وخدمة الجليس الافتراضي، والتي يتم خلالها تواصل كبير السن مع الممرض المسؤول عنه للإطمئنان على الحالة العامة له. أعلنت هيئة رأس الخيمة للمواصلات عن إطلاق أول رحلة دولية للنقل الجماعي للركاب بالحافلات تربط إمارة رأس الخيمة بمحافظة مسندم في سلطنة عمان، وذلك خلال حفل توقيع الاتفاقية والذي أقيم في مقر محافظة مسندم. وتعد هذه الاتفاقية نقطة الانطلاقة للتعاون المستقبلي بين الطرفين وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال النقل العام والسياحي تصب في مصلحة المواطنين والمقيمين والسياح في الدولتين. وبعد قليل في الاقتصاد. التجارة الخارجية للإمارات ترتفع بأكثر من 14% إلى نحو 1,300,000,000,000 درهم. قصة عن رحلة إبداع، بين تفاصيلها تمتزج المشاعر بالمهارة ويختلط الشغف بالحرفية ليتحول الإلهام إلى حقيقة أقل ما توصف به، تحفة فنية تروي حكاية فن، تراث وحضارة للعالم أجمع. غاليري الموسم الأول، الليلة 9:30 مساء على قناة الإمارات. مصنع المأكولات، الجمعة 10:00 مساء على قناة الإمارات. أهلا بكم من جديد إلى علوم الدار. الآن إلى جولة من الأخبار الاقتصادية في التقرير التالي. قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، قال إن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة سجلت رقما جديدا غير مسبوق في النصف الأول من 2023.
بالنسبة لأرقام التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، كان هناك نمو بنسبة تقريبا 14.4% مقارنة في النصف الأول من العام الماضي، وأيضا ما يقارب 3% مقارنة في النصف الثاني اللي هو أصلا كان في نمو بطيء جدا عالميا. تجاوزت الأرقام مال تريليون و 239 مليار، هذه هي مبينة أرقام ماشيين في دولة الإمارات بشكل سريع، يعكس السياسات والقوانين والتشريعات والنظم اللي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، وأيضا الدعم الكبير ياسين حصلها من القيادة، وأيضا التنسيق والتعاون من الجهات المختلفة إذا كان نتكلم على القطاع الحكومي المحلي أو القطاع الخاص. قال رجل الأعمال محمد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية، قال إن دولة الإمارات تمتلك اقتصادا تنافسيا متطورا وبيئة استثمارية جاذبة ومستقرة ومثالية للمستثمرين ورجال الأعمال، وذلك بفضل عمق الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة. نحن نحاول نقدم اقتراح لمجلس الإدارة بأن إن شاء الله نقدر نوزع أكثر من عام 2022 كل المبيعات الكبيرة السابقة والحالية لها تأثير على حساب الأرباح والخسائر. هناك قناة تجارية منافسة ما بين شركات عالمية، الشركة اللي تم اختيارها تقوم بعمليات تصميم حالية، لأن يعني فات وقت على التصميم، اختلفت النظرة عندنا إذا نحن نبحث عن شيء يختلف. فإن شاء الله إذا قدمنا خلال السبع شهور ثمان شهور الجاية يعني تكون هناك فكرة تسوى نشارك فيها أهلنا وزبائننا إن شاء الله بنعرف. فلذلك نحن نفتح قرابة من 200 ل 250 محل في المنطقة ككل، ويعتمد من سنة لسنة. ولكن لو نظرنا كذلك لكل محل يفتح وإنتاجية المحل، ارتفع إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.1% على أساس سنوي ليبلغ قرابة 448 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، مقابل 399 مليار درهم نهاية الشهر نفسه من 2022. وذكر مصرف الإمارات المركزي في تقريره الشهري أن رأس مال واحتياطيات البنوك زاد خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 4.5% أو ما يعادل 19 مليار و200 مليون درهم، مقابل 428 مليار و600 مليون درهم بنهاية ديسمبر من العام الماضي 2022، بينما زاد على أساس شهري بنسبة 21% مقابل 442 مليار و400 مليون درهم في مايو الماضي. أجندة ماراثون زايد الخيري وقائمة الإمارات المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، أبرز ما سنتعرف عليه في الوقفة الرياضية التالية. كشفت اللجنة المنظمة لماراثون زايد الخيرية عن البرنامج السنوي الكامل للسباق 2023-2024، ولاية فلوريدا تستضيف نسخة جديدة من الماراثون الخيري بالولايات المتحدة الأمريكية في 4 نوفمبر القادم، ويتجدد الموعد بعدها بشهر في جزيرة ياس عندما تحتضن حلبة مرسياس فعاليات النسخة الإماراتية وبقيمة جوائز مالية تبلغ 1,000,000 درهم في 4 ديسمبر لتتزامن مع الاحتفال بعيد الاتحاد. وستكون آخر محطات 2023 في قاهرة المعز، وتحديدا في 29 ديسمبر، وبجوائز تصل لخمسة ملايين جنيه مصري. وكما أعلن مسبقا دخول مدينة كيرلا الهندية ضمن مستضيفي الحدث الخيري، على أن يحدد موعد الاستضافة في 2024 لاحقا. بينطلق إن شاء الله في مدينة أمريكا، لأن في شهر 11/4/11، وبينطلق في نفس الوقت في 4/12 في أبو ظبي بمناسبة أعياد الاتحاد. بينطلق في مصر في 29 اللي هو 29/12. بينطلق إن شاء الله في القارة الهندية، في الهند في مدينة كيرلا في
2024 وبيتحدد التاريخ، لأن الوفد الوزير جاينا هنا وعندهم أمطار، وإن شاء الله بيتحدد الموعد. أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية عن تمثيل 140 رياضياً وفد دولة الإمارات العربية المتحدة بواقع 102 و38 لاعبة في النسخة 19 من دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية من 20 من سبتمبر لغاية 8 من أكتوبر، بمشاركة أكثر من 12,000 رياضي يمثلون 45 دولة، وستشارك الإمارات في 20 رياضة متنوعة أهمها في قفز الحواجز والجوجيتسو ورياضة الدراجات والجودو، إذ تعد نتائج الأخيرتين بوابة في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. مشاركة استثنائية ومرتقبة لدولة الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية، راح تكون من الدورات اللي متميزة بكثير من التفاصيل، لأن هانغزو جاهزة للدورة هذه يمكن من قبل تتأجل المرتين. البنية التحتية والملاعب وحتى المتحف الأولمبي لدورة الألعاب الآسيوية راح يكون جميل، راح يكون يسلط الضوء على كل الهستري اللي موجود في دورة الألعاب الآسيوية. وكان من المقرر أن تنظم النسخة القادمة في 2022، لكن جائحة كورونا أدت إلى تأجيلها لهذا الموعد، وهذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها الصين الدورة بعد بكين في 1990 وغوانزو 2010. علوم الدار لهذا المساء وصلت إلى نهايتها، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.